السلام عليكم. الفيديو ده خاص بتكنولوجيا الغاز الطبيعي. احنا كنا اتكلمنا من فترة ونشرنا فيديو عن الناتشرال جاس او جنريتورز الغاز الطبيعي، ناتشرال جاس جنريتورز، وكان الفيديو ده الناس كتيرة يعني حست بأهميته بالنسبة لمصر. طبعا أهمية الغاز الطبيعي بالنسبة لمصر كبيرة جدا، لأنه هو ما بيحتاجش دعم، بيحتاج دعم طبعا. الدولة بتدي دعم غير مباشر للغاز الطبيعي، لكنه أنسب لمصر طبعا من الدعم المباشر، لأن احنا بنشتري على سبيل المثال البترول الإضافي الزايد عن احتياجاتنا. فده يعني الغاز الطبيعي يمكن أرخص حاجة بالنسبة لنا إن احنا نستخدمها. تمام. اللي شايفينه ده جنريتور غاز طبيعي تم تطويره بالتعاون مع شركة هوندا، وبالتعاون مع شركة إيطالية للباك إند جنريتور اللي انتوا شايفينه ده. الجنريتور اللي انتوا شايفينه ده يمكن اقل حجم جنريتور 16 كيلو وات ممكن تلاقيه تقريبا في العالم. ده حجمه تقريبا 30 سنتي في 30 سنتي في حوالي 60 سنتيمتر. بينتج 16 كيلو وات ساعة، يعني يكفي يشغل مصنع صغير او يكفي حوالي 6 شقق، من 6 لـ7 شقق فيها، يعني كل شقة فيها مكيفين، وممكن يكفي أكبر، يعني ممكن يكفي عمارة لو افترضنا إن فيها كل شقة فيها مكيف واحد. زي ما قلنا بفكركم تاني، ده 16 كيلو وات ساعة، وبيستخدم أي نوع من الغاز. ممكن نشغله بغاز طبيعي، ممكن نشغله بغاز بيوتين او غاز بروبين، بس طبعا غاز البيوتين وغاز البروبين مش موجودين في مصر وبيتم استيرادهم، فانسب حاجه طبعا بالنسبه لنا هو الغاز الطبيعي اللي واصل في مناطق كتيره في مصر. طبعا احنا ممكن نتخيل اهميه الجنريتور اللي انتوا شايفينه قصادنا ده. الموتور طبعا بتاعه اللي شفناه دلوقتي ده موتور هوندا، والباك اند جنريتور طلياني. هنا احنا مركبين الجنريتور بحيث ان هو يغذي المركز تدريب عن طريق تحكم في سويتشات. فانا هنا منزل السويتش الرئيسي اللي جاي لي من الشبكه العموميه زي ما انتم شايفين اوف، وبغذي المركز التدريب كله من الجنريتور، من فازة واحدة في الجنريتور، لأن الجنريتور ده 3 فاز. وادي السويتش بتاع الجنريتور اللي هو لما بعمله اون بيغذي مركز التدريب كله بكل تكييفاته بكل إضاءته بكل شيء. هو مش بس يكفي مركز تدريب، هو يكفي مركز تدريب وكمان جنبيه 5 شقق تانيين زيه. طبعا احنا مدركين أهمية جنريتور ده زي ده ايه، ان يعني انا مش محتاج حاليا ان انا لو اسانسير كهرباء اتقطعت، الناس مزنوقه في الاسانسير في الدور العاشر او في الدور ال15 او whatever، سهل جدا ان نعمل باور اب للخدمات الرئيسيه في العماره كان تكون ترمبه الميه، حاجات تانية. ترمبه الميه الناس تقدر تستحمى وتشرب ميه في الدور 15. اللي بيحصل ان المايه بتتقطع دلوقتي، واللي بيحصل الناس بتتزنق في الاسانسير. فالجنريتور ده هيبقى كافي لتشغيل ترمبة المايه وتشغيل كل ترمبات المايه وتشغيل الاسانسير بتاع العمارة في حالة انقطاع التيار. زي ما احنا شايفين هنا هو مشغل تكييفات مركز تدريب زائد كل الاضاءة بتاعت مركز تدريب. الجنريتور برضو ممكن يكفي، لان 16 كيلو ساعة ممكن يكفي زي ما بنقول مصنع صغير مع حجمه الصغير ده. طبعا احنا عدلناه، طلبنا تعديله من الشركة الايطالية اللي بنتعاون معاها بناء على ديزاين معين احنا عملناه، اتعدل ل 50 هرتز
وتعدل ل 3 فاز 220 فولت.